حياكم الله في قناتنا، وبدينا رحلة بالي اندونيسيا، فخلك معي. تعتبر يا أخوان جزيرة بالي من أجمل الأماكن السياحية في إندونيسيا، وفي هذه الجزيرة الساحرة العديد من الأنشطة السياحية اللي تناسب العائلات. طبعاً شواطئ رملية وشلالات ووديان وبحيرات وأنهار وغابات وكهوف وجبال بركانية، والأجمل يا أخوان إن الأسعار في متناول الأيدي. وأذكركم لكثرة الأنشطة والبرامج والمعلومات، سنقسم رحلة بالي إلى عدة حلقات، ربما 7 أو أكثر. وإذا شاهدت كل الحلقات ستكون جاهز بإذن الله ومستعد للرحلة والمغامرات. المهم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى، سنتعرف على المناطق باختصار والمنتجعات والسوق أو سوق أبود ومنطقة أبود، وأخيرا حديقة القرود. إذن نبدأ ونقول إن بالي جزيرة كبيرة، ويفضل السكن في مختلف مناطقها، وهذه الجزيرة فيها العديد من القرى والمدن الجميلة. وإليكم أشهر 3 مناطق فيها. أولاً كوتا، وهي في الطرف الجنوبي من الجزيرة، تبعد 10 دقائق عن المطار، تتميز بأفضل الشواطئ والبرامج السياحية البحرية والتسوق. أما في شمال الجزيرة فهنالك مدينة سنغارا، وهي تشتهر بمحميات ومنطقة سوكاسادا أو شلال بنيومالا. أما أهم منطقة وأجمل منطقة والمفضلة لدي هي أبود، فيها أفضل المنتجعات، وهي خضراء تقع في وسط حقول الأرز، وتحيط فيها أغلب الأنشطة السياحية وأجملها. باختصار إذا أردت اختيار منطقة واحدة للسكن في بالي، نصيحتي لك أبود. وفي هذه الحلقة سنكتشف أبود والمنتجع اللي سكننا فيه، فخلك معي ونبدأ بالمطار. وصلنا يا أخوان مطار ديمباسار الدولي لجزيرة بالي. هو مطار جميل وكبير، يستقبل الطيران الداخلي المحلي والدولي، وكان الوصول عن طريق طيران الإمارات. فقط معلومة، تذكر أن عليك دفع مبلغ 35 دولار في المطار للفيزا، وهي تأشيرة صالحة لـ30 يوم. سأرفق الرابط بالأسفل لمعلومات أكثر. المهم كان السائق بانتظارنا، وبشكل عام سعر التاكسي من المطار بالي إلى وسط أبود تقريبا 20 إلى 30 دولار، والرحلة ساعة إلى وسط أبود. وأنت في السيارة من لحظة وصولك ستكتشف جمال هذه الجزيرة الساحرة، غابة استوائية خضراء بمعنى الكلمة، سبحان الله جدا جميلة. والآن نحن في الطريق إلى المنتجع، وللعلم المنتجع يوفر مواصلات مجانية من المطار إلى المنتجع. وصلنا منتجعنا، واسم المنتجع تيموكو فيلاز أبود. بشكل عام الشعب الاندونيسي كان دائما مبتسم ومتساعد وسهل التعامل. المهم يا اخوان، هذا المنتجع يضم 11 فيلا، فيلا صغيرة طبعا، لكن كل فيلا مع مسبح خاص وحديقة خاصة. ولاحظوا يا اخوان بالي جدا خضراء، وانا في ذهول من جمال طبيعتها. مزيد ساحر من العجائب الطبيعية، وبالي غنية وخصبة، وهي موطن للعديد من الغابات والمنتزهات.
أضيف بعض امتيازات الفندق. هو فندق 4 نجوم، يوفر مساج مجانا لمدة 15 دقيقة عند الوصول. في المنتجع مطعم جيد يوفر الإفطار والغداء والعشاء، كما يوفر مواصلات مجانية إلى سنتر أبود أو السوق يوميا، وراح نشرح كل شيء خطوة بخطوة. أولا الفيلا، حياكم. سعر الفيلا تقريبا $150 لشخصين لليلة مع الإفطار، أو تقريبا 2 مليون روبية بالسعر الإندونيسي. كل فيلا مع مسبح خاص وخصوصية تامة. بعض الفلل تطل على حقول الأرز مثل فيلتنا، والبعض الآخر على الغابات والأشجار. ولكن أجمل شيء أن كل يوم صباحا يقدم الفندق إفطار شهر العسل، وهو إفطار غني بالمأكولات عائم على المسبح. وخلكم معي جولة سريعة في الغرفة. الغرفة خشبية بديكور وطراز بالي التقليدي. سرير لشخصين وكان جدا مريح. رسالة ترحيبية وضيافة جميلة. كل يوم يقدم الفندق فواكه طازجة من مزرعتهم. بالإضافة إلى الكوفي والشاي وثلاجة موجودة هنا أيضا وتلفاز وتكييف. وعلى الرغم أن بالي جوها لطيف بالليل، إلا أن التكييف جدا جدا مهم. ممكن أن يكون الجو حار وبعض الحشرات لأنك في وسط المزارع للعلم. أما القسم الخلفي من الفيلا فستجد خزانة الملابس مع كل المستحضرات واللوازم. ولاحظوا معاي الحمام يا أخوان، أغلب المنتجعات في إندونيسيا فيها حمام خارجي، وهذا شيء جدا عجبني. تجد هذه الطريقة في المالديف وكأنما تسبح في الأدغال. وأذكركم أن الخصوصية كانت ممتازة. بالنسبة لأجواء بالي روعة، وكانت هذه الرحلة في الصيف أفضل وقت للزيارة من إبريل حتى سبتمبر، مع هطول بعض الأمطار الخفيفة. الحرارة 27 أو 30، وبالليل الجو لطيف. تجنب من أكتوبر حتى مارس لأن شهر ممطر. المهم طبيعة خيالية، هدوء وخصوصية. معلومة، الفندق يبعد عن سنتر أبود أو شارع التسوق 5 دقائق بالسيارة أو 3 كيلومتر. ويوفر المنتجع مواصلات مجانية من وإلى الفندق يومياً الساعة 9 صباحاً والواحدة ظهراً والسادسة مساءً. وللعلم الفندق لا يوفر بوفيه إفطار، ولكن منيو بشكل يومي تختار فيه كل ما تشاء بالكمية والعدد المرغوب فيها. ومعلومة أخيرة، أغلب المنتجعات في بالي موقعها بداخل الغابات أو بين حقول الأرز أو على إطلالة على الوديان أو الشلالات، ولا يمكن الوصول لها مباشرة بالسيارة. لذلك يوفر المنتجع خدمة النقل بالجو كارت إلى المنتجع بين أحضان الطبيعة لمسافة قصيرة. المهم ننتقل إلى الفقرة القادمة، اكتشاف سنتر أبود أو شارع التسوق باختصار، فخلك معي.
هنا قلب أبود النابض بالحياة. يسمى هذا الشارع شارع The Monkey Forest، وذلك لأن غابة القردة موجودة هنا، وإن شاء الله راح نزورها بعد شوي، فخلك معاي. ولكن هذا السوق جدا جميل وأجواء حلوة، فيه العديد من الخيارات الشعبية والأسعار رخيصة وتناسب كافة الميزانيات. وسنخصص إن شاء الله حلقة خاصة للتسوق في أبود ومنطقة كوتا أيضا قريبا جدا، فخلك معي. المهم، منطقة مانكي فورس جدا جميلة، ممكن الحصول على الملابس فيها، الاكسسوارات، أحذية، حقائب. كما أن هذا سوق مقر للعديد من الحرف اليدوية، وبصراحة أكثر شيء حبيته في بالي الحرف اليدوية، وأيضا سنخصص لها حلقة إن شاء الله. المنطقة فيها ثلاث شوارع رئيسية مرتبطة وأيضا عدة ممرات، وتجد بضائع معروضة أيضا في الهواء الطلق. التجار هنا ودودون وسهل التعامل معهم، ولا تنسى المساورة. وبعد الانتهاء من التسوق يمكنك تجربة وجبة محلية أو الجلوس في أحد الكافيهات الراقية هنا. يا أخوان، بالنسبة لي رأيي الشخصي طبعا، لم أجد مطاعم جيدة، ولكن الكافيهات 10/10. ونجرب يا أخوان كافيه مشهور اسمه تيمو، له عدة أفرع. الموقع يا أخوان بالأسفل ويقع في وسط شارع أبود. هذا الكافيه يوفر جلسات داخلية وخارجية، وحبيت ديكور محلات في بالي دائما ما يتسم بالبساطة والرقي، في خليط من البامبو والمنتجات الخشبية والطبيعة. المهم، كل كافيه في بالي يتنافس لتقديم أفضل المأكولات والحلويات. الجو جميل وجلسة خارجية والحلويات، يا سلام. طلبنا يا أخوان حلوة المانجو بالآيس كريم، وأنصح أيضاً بالفرنش توست آيس كريم الماجنم. والأسعار تبدأ من دولارين فقط، الأسعار صراحة جيدة في بالي. للعلم الكافيه لا يقبل الكاش، لذلك أفضل دائماً في كل دولة استخدام بطاقة الائتمان. يا أخوان، أحد أشهر المعالم السياحية في بالي The Monkey Forest، أو غابة القردة. لذلك إيش رأيكم نزورها ونتعرف عليها؟ طبعا قبل الدخول يجب شراء التذكرة. سعر التذكرة $5 أو 80,000 روبية إندونيسية. كما ذكرت الأسعار في متناول الأيدي، وبالي رخيصة بشكل عام. وتذكر أن $10 يساوي 150,000 روبية، والروبية هي عملة الدولة. المكان جميل من لحظة الدخول، لاحظ معاي هندسة معمارية مبتكرة، جماليات تقليدية، حركات جميلة. ولكن أجمل شيء أخوان، كما ذكر سابقا، الطبيعة في بالي. لم أجد في أي دولة طبيعة بجمال غابات وحدائق بالي. ملاذ استوائي، هدوء، حدائق خضراء. المهم، The Monkey Forest هي عبارة عن محمية طبيعية، مساحة الغابة 12.5 هكتار، تخيل معاي. وهي موطن لأكثر من 180 نوع من الأشجار والنباتات، وفيها أكثر من 1000 قرد، وتنتشر بالداخل الجسور والسلالم، كذلك تضم مجموعة من المعابد. اللحظة معاي، سبحان الله، يعني تتميز بوجود العديد من الغابات الاستوائية الجميلة التي تتنوع بل تتداخل فيها أفرع الشجر والأزهار في منظر طبيعي غريب وعجيب يا أخوان. أوراق كبيرة داكنة وأجواء منعشة، الأجواء جدا جميلة هنا. راح تلاحظ أن القردة تتجول بحرية في هذه المحمية، وهي عادة لا تكون عدوانية، ولكن هناك إرشادات معينة يجب عليك اتباعها. مثلاً، حاول عدم التحرك إذا قفزت عليك. أيضاً ينصح بعدم لمس القردة، وممنوع إطعام القرود. يا أخوان، القرود تنط عليك وتأخذ أغراضك، لازم تكون حذر. أينما سرتم ستجدون الخضرة والمياه والجو النقي.
للعلم تفتح الحديقة من الساعة 8:30 صباحا حتى 6:00 مساء، وارجع للموقع الرئيسي المرفق بالأسفل. ولا تنسى التقاط الصور لتوثيق هذه اللحظات الجميلة مع العائلة. إذن يا أخوان، هذه كانت الحلقة الأولى، وكل يوم سنتعرف على برامج سياحية أخرى ومنوعة في بالي، تابعنا للنهاية. وأحب أضيف آخر معلومة، تذكر أن أجمل شيء في بالي الطبيعة والمنتجعات، وهناك المئات أو الآلاف من المنتجعات الممتازة فيها. المنتجع اللي سكننا فيه كان جيد وليس المفضل لدي، لذلك أنصح ببعض المنتجعات الممتازة مثل منتجع مايا أبود أو منتجع ألايا، والمنتجع الممتاز فايس روي، منتجع آخر أحبه اسمه جويا بوتيك، وطبعا الأفضل فور سيزن. تذكر أن هذه المنتجعات محجوزة بالكامل عادة 6 أشهر أو حتى سنة مسبقا، لذلك سارع بالحجز. ستجد في صندوق الوصف كل المواقع الرئيسية المطلوبة، وتذكر أن الأسعار في بالي غير ثابتة بتاتا، تتغير باستمرار. المهم، بالي جميلة، بالي ساحرة، بالي في غاية الروعة. وتابع الحلقات القادمة لنتعرف عليها أكثر. شكرا جزيلا على المتابعة والمشاركة، جزاكم الله خير، وخلك معاي عندنا أكثر.